السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا شيء مع بدر ولد الله هذه أدب من هالسنتين صود الوعدة ولا هذه قالي جنات كوش على هاي هذه أدب إن شاء الله هاي رح حد يلمه من سوكم بكر ما شاء الله تبارك الله ما هم ولا شعور تد إنه بعد ما هم ما نروح سمعين دون إن شاء الله هلكو حيب تيار هنحبو خشارة حب أو حاف أحول كعرض أه حكم كان قد يرسم هاي اللقاعاتي حفظ سبادية كان كو حقنها لباش مبلينا إن شاء الله إيه ولا المانت وحينو سمعينا إن شاء الله قتشار كان نوح نسكو سمعينا يا يكار كان يستبادي جن عطو حلوي طلق إن لغوغنو محن كسر الكير فضوط إن لغوغنو بريستو لي بعد يأدو معي هذا البرتيد ما بده بال مركز توقف ما يسون بانتا مركا إن شاء الله إلى صعد إن شاء الله صعد سمينا لا هذا واسمنا الحمد لله إن شاء الله يرك إنا كده لا إن شاء الله يعني بتشارك لكن صعد دير كقول حتى استعمال كرتا مركا إن شاء الله هاي كف ضد هاي جديدة جديدة ما عرفت وقت تقوم بقاعدة سنة في بعض شهر ما شاء الله طب بدأ لغو فيقا وضعرفت لقونا وطلبا لغو فيقنا سيدا تباح وطلع لكا سيرا معان بيخو بسموس بيخو سمعين السلام soo meere oo soo salaamayna hadda waan soo meeday sabadi ma halka baa soo dhigtay marka insha Allah la soo dhigo wa gaari waa aad u fudud wali bas iyo aad bi bris ugu ma aan ma insha Allah bris iyo aad baa hadda uga helaa baan xalinaa la inaad igu tahay doontaan asxaabti qaali iyo sharaf talaay الله سوف تصور لمن يا تصور لمن إن شاء الله يكون حافظ لمن يا كم نفس نتصور إن شاء الله نحس صحابي وتأمير بعيد من التمر الله مستر إن شاء الله صحابي وتواصل مني خلاص الصنفي حتى محمد يرسلنا سبادي بنت يرسلنا إن شاء الله سبادي روح شغلنا هكا إن شاء الله إن شاء الله أصحابي أدواته نحن قدر صنعنا قدارتي وقدر صنعنا إن شاء الله التصوص قوة لعقينا هذا أرى نفسي في شغل مفتاي هذا وحيات أو حكو الدرانة وحيرة وحكو الدرانة ملح إن شاء الله وآبية بس خلاص كبير كاس حبتي بقالي وآي وخلاص إن شاء الله هذا فيديو تحشي اللايك كومنت شير انتبه
كاساس يوم الصلاة ما شاء الله تبارك الله له بريس كمان بعد من خد أفرتيل كدي ما عند أدريس بس ما عرفت كان أعرف صار كاي بس كدي أحسن سنة بعدي كان ما شاء الله دين عيب القصارى نفسها مركا إن شاء الله وحيدي رجيني يا خير أنا لما مين لا يمكن أنت فيديو فيديو خيجكو كل منا إن شاء الله حيدي رجيني يا فرحة لما مين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.